ما أمل منه أعيش بحضنك أتمنى وأرد وياك أتهنى ريحة حضنك أعشقها تشبه ريحة الجنة وأعيش بحضنك أتمنى ريحة حضنك أعشقها تشبه ريحة الجنة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مشوار مشوار حكاية بيني وبينكم فيها كثير من التفاصيل الأغاني والسوالف واللقاءات الجميلة. مشوار اسم على اسم. اللي يحبون الوناسة والسعادة والفرح والبهجة نقول لهم دائما من خلال مشوار تلقى اللي سرك. لا تنسى مشوار مشوارك المشوار تنفر بالعالم بنهار صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح المهم نروح المشوار. مشوار على إذاعة الشباب من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء كل يوم أربعاء مع عبد الله السباح ومحمد مشوري. مشوار 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 رفعت أنا مشوار مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ويا مرحبا فيكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مشوار. مشوار هذا البرنامج اللي طلع عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء نتواصل فيها معاكم ونقدم أجمل ما عندنا. ترى تأكدوا إحنا نحرص كفريق عمل نقدم لكم شيء كذا ممتع شيء مسلي شيء يخفف عليكم وطأة أيام الأسبوع عشان تحسون كذا حلو وطأته بالسكون اي وطأت بس وعملت سكتة عشان يصير بالسكون. المهم دائما الدوام من الصبح ان كان طالب مدرسي او جامعية او كلية واللي شغل واللي اصلا ما عنده شغل قاعد بس في البيت متنكي يبقى شيء يسليه. فاحنا نحاول من خلال البرنامج على مدار الساعتين انها نخفف عليك ونقولك ترى بكرة يوم الخميس الونيس. يوم الخميس دائما لا مصدر السعادة لكثير من الناس. أجازة نهاية الأسبوع تبدأ تنطلق ما أعرف ليش المزاج كله يتعدل يوم الخميس الناس كذا يصيرون كلهم حبوبين. لو تخيل إيه لو تخيل لو ينزل المعاش كل يوم خميس كل أسبوع ينزل لك معاش الله 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 أتوقع هذاك اليوم يعني المتزوجين ما له مفر هذيك اللحظة يقول لا ما يصير ما أقول لك نازل معاشك يوم الخميس. والله ايش رايكم تبون نقترح يكون المعاش يتقسم على مدار الأسبوع يعني كل أسبوع ينزل لك براتب بدل ما ينزل كله مرة واحدة في الشهر. أيوة على الأقل تقدر تضبط أمورك وتونس عبرك لأن دائما تشوف الناس أو أغلب الناس يعني أنا واحد منهم بداية الشهر تحس نفسك ملك عايش حياتك كذا على نص الشهر يبدأ ليه خلونا ناكل في البيت بعدين على آخر الشهر خبز وجبنة وزيتونة. لا طبعا ما توصل العارف بس أنه دائما المرح الزائد على الهد يخف شوية. عموما نمسى عليكم بالخير والعافية وزي ما قلنا لكم برنامجنا هو منكم وإليكم والسلام عليكم. لا 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 هذا اسم برنامج لا اليوم المزاج واجد عالي ها لا ضدي ايه في شيء من الاحساس بالبهجه والسعاده. ونقول برنامجنا طبعا بتوقيع عبد الله السباح ومحمد الشملي ودينمو البرنامج العزيز الغالي سيف الهلالي.
مرتاح مهما لي سوا نصيبي عاد وراضي ما وغيره وما لي با أنا وياه حبي ما وقلبي فيه يتدوى أنا هالآدمي بالذات أحبه مهما لي سوى نصيبي عاد وراضي با وغيره والله ما لي با أنا وياه حبي با وقلبي فيه يتقوى مشوار مشوار حكاية بيني وبينكم فيها كثير من التفاصيل الأغاني والسوالف واللقاءات الجميلة. مشوار اسم على اسم. يونس. عموما نمسى عليكم الخير والعافية مستمعين الكرام. ما أدري إيش في قاعد يطالعني ليش ملي كذا بنظرة ثاقبة، هالنظرة كذا نظرة مخرجين. يعطيكم العافية مستمعين الكرام، وزي ما قلنا لكم برنامجنا اسمه مشوار، هو برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء. نحرص دائما من خلال البرنامج نقدم لكم كذا جرعات تحت مفهوم المشوار الكبير، ودائما أقول في مشاوير تسر الخاطر وتسعد الناظر، وفي مشاوير يعني ما بقول ثقيلة لما يكون لزيارة ما ودك أو لعمل أو شيء كذا تستثقلها. أو تخيل أنت بعض مرات تكون رايح درب واللي معك ما يتكلم، يعني ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات رحلة مثلا وهو صمت، زي إيش أنطق شوي حسسني أني لي وجود، لو أنا بالحالة على قلب شغل أنا أبغاه وبستانس. بس في بعضهم جد يخلي المسافة اللي ممكن تكون تمر بالدقائق ممكن تصير كأنها أيام،
وفي ناس ما شاء الله تبارك الله. دائما اقول الصحبه الطيبه في الرحلات في الوناسه في اف عليك طلعت حتى وطأت الطريق. كم ضيفنا نجم حلقتنا يعني نقدر نقول سالم صوخر، واحد من المصورين المتميزين على مستوى السلطنة، ارتبط اسمه بمجموعة كبيرة ولفيف كبير من الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي والخليج العربي وأيضا على المستوى المحلي. مؤخرا انتشرت له مجموعة من الصور في مهرجان البشائر، هذا المهرجان اللي احتضن مسابقة جدا رائعة، وكذلك الإحياء إرث محبب على مستوى السلطنة وأيضا على مستوى دول مجلس التعاون ومفهوم الأصالة العربية سباق الإبل وإلى ذلك. ولكن كانت له صور جدا رائعة جسدت مشاهد كثير حلوة في هذا الحدث، أبرزها لصاحب السمو السيد ذي اليزن آل سعيد. يعني هذه الصور انتشرت كثير في وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة ارتبط اسمه بمجموعة كبيرة من الفنانين ومحبي نقدر نقول الفنانين المسرح المطربين بنعرف كل تفاصيله. سالم صوخرون إن شاء الله بيكون ضيف عزيز في برنامجنا. بالإضافة عندنا في فقرة مشوار السياحي، وعطني نفس كذا مشوار السياحي. الله يسلمكم، دائما عودكم ان تكون عندي استضافة مع شخصيات لهم اهتمام في المجال السياحي، صاحب مشروع يا عنده مقر يا صاحب نزل. اليوم بناخذ الجانب التكنولوجي والتقني، بيكون معنا ان شاء الله حمود العزري اللي بينورنا من خلال الاتصال معه للحديث عن زوار عمان، بوابة عمان، وهي منصة على شبكة الانستغرام، ومن خلالها يعرف بكثير من المواقع السياحية على مستوى السلطنة. بنتعرف على تفاصيل هذا إن شاء الله في حين لحظة الحوار معه. أيضا اشتهر ضيفنا الآخر اللي أيضا بتكون له مساحة من خلال برنامجنا، شخص جاء يعني قمة في الإبداع والجمال وكذلك التفاعل مع يعني محبي ومتابعي، أحمد العيسائي، ومعروف دائما في السوشيال ميديا أحمد علي. إذا بغيت الطبخات الكبسات، اليوم مسوي شيء يعتقد حلو الكبش، نزلها في صفحتها في الانستغرام. شاب ما شاء الله تبارك الله أبدع في يعني قدراته في طهي الطعام، يعني ما شاء الله الشعبيات، ولو يعطيك الوصفات ويقول لكم خاصة احنا مقبلين على رمضان الحين، الجدور اللي تبونها، صحون المواعين، الأشياء اللي تسهل عليكم طبخات رمضان، هم ما شاء الله عليه خبرة خبير، أيضا خبير في الوجبات العمانية. أنا قاعد أقول يعني حلو لو كان معنا داخل الاستوديو كنا بنذوق لنا صحن صحينين، لو أني مسوي رجيم هاليومين. عموما هذا على مستوى ضيوفنا الرئيسيين في البرنامج، أيضا على هامش البرنامج بيكون معنا مجموعة من الاتصالات. هذا محتوى البرنامج من ناحية الضيوف وأيضا الفقرات، مشوار السياحي وكذلك مشواري الفني والإبداعي وكل ما يسر خاطرك. والحين نعيش لحظات جميلة رومانسية كنا حسين الجسمي، وسط البلد وسط البلد. وسط البلد تفاصيل يومنا وحكاوي الناس، هنا بشارعنا أصبح تربح ومثال أحداث، أيام تدور وتلف وناس تجي وتروح، أدوار ورزق بيتقسم بميزان ومقاس، ستريك وفيها مأبوها ليه تكتب كبه وزعيم، ما دامتش وما فيش عالي عالي ويحبه فبتا وحبه تيه، وناس تقع وتقول وخمسمائة موضع حساس، فلان عمل تركان سوا ومدحوها لبنات حوا،
500 موضوع حساس. اللي يحبون الوناسة والسعادة والفرح والبهجة نقول لهم دائما من خلال مشوار تلقى اللي سرك. لا تنسى مشوار نتمروا بالعالم بنهار صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح المهم نروح المشوار. ومساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام ويا مرحبا فيكم. ونرجع لمشاورنا وزي ما قلنا لكم عندي فقرة تحت مسمى مشوار السياحي. ومن خلال هذه الفقرة دائما نعرج على جوانب سياحية نحاول يعني نقول لك نرسم لك جدول. إذا ما عندك جدول كذا تقول في نهاية الأسبوع وين تروح نحاول نشجعك أنك وين تروح وين تتمشى وفي نفس الوقت تستثمر هذه الأوقات اللي نقدر نقول على مستوى شباب عوائل أسرة صغيرونة كذا يحبون يستنسون. عموما كل هذه التفاصيل هذا واحد من الحسابات الرائعة نقدر نقول من خلاله يرويك بعض المشاهد الموجودة كمواقع سياحية مزارات سياحية مرافق سياحية ممكن تستمتع فيها أنت واللي عز عليك. أسس هذا الموضوع وبنتعرف على تفاصيله هو مؤسس البوابة الإلكترونية زوار عمان. خلونا نتعرف عليه محمود العزر. يا مرحبا فيك. مرحبا فيك عبد الله. يا مرحبا يا حبيبي. يعطيك العافية. شكرا بارك الله فيك على سمحتني الفرصة طيبة وهي طبعا أول إطلالة لي على الإعلام. توني أنت سبقتني كنت بقول لك هذه أول مرة يعني تظهر في وسيلة ومن وسائل الإعلام. شكلي إني أخاف من الإعلام كثير. لا الخوف يعني كثير. الله يسعدك يا رب. حبيبي حمود أعطيني فكرة كيف جاتك الفكرة لإقامة مثلا وهو موجود صفحتك في الإنستغرام أيضا في ويب سايت ولا بس في الإنستغرام؟ لا والله أستاذي هو الإنستغرام فقط يعني جزء بسيط يعني من البوابة يسموها بوابة زوار عمان. نعم ماشي. وهي أصلا للترويج السياحي للبلد يعني بمختلف يعني بمختلف الأماكن السياحية واختصنا فيه إحنا أصلا السياحة الداخلية وكذلك الزوار من خارج البلد. ممتاز. عملية التقسيم والاختيار مبنية على أي أساس يعني إيش الأشياء؟ البوابة لها حسابات على الانستغرام على التويتر على الفيسبوك وسناب شات غيرها. عندنا كذلك خدمة الواتساب وخدمة النشرة الإلكترونية. أعتقد أنت يعني تابعنا بشكل يومي. أنا عاشق لحسابكم صراحة على الحساب. نعم. في الانستغرام. الانستغرام يعني أنا أقوم بالإشراف عليه شخصيا من سنوات طبعا تأسسنا البوابة هي من سنوات ما شاء الله كانت بشراكة معي أنا وشقيقي بدر أوديها لكل التحية والتقدير. أهل التحية والتقدير. عندنا ستوري أستاذ عبد الله. ستوري طبعا هذه مدتها 24 ساعة وأحاول يعني أشمل بمعنى السياحة. السياحة صار مفهومها أكبر مش بس هي إنها مزارات سياحية وغيره. لا بالعكس صارت هي سياحة. يعني لذلك يعني اخترنا عنوان في الفترة الأخيرة خصوصا بعد ضم وزارة السياحة مع التراث. نعم. فرحنا على الأسلوب الخاص اللي هو ملتقى لكل الوجهات. معناته مش بس الوجهات السياحية ملتقى الثقافية الفنية الاقتصادية هي كتعريف البلد إن وجهة فعلا اقتصادية. بالنسبة للستوري طبعا بما أن مدتها 24 ساعة فأنا أحاول بشكل كبير جدا أنه أخذ المقاطع اللي هي السريعة والقصيرة. حلو. وبصراحة يوميا من 10 إلى 25 مقطع يوميا تختلف. ما شاء الله ما شاء الله. أيوة بشكل يومي خلال 24 ساعة. على مستواك الشخصي أكيد في مواقع أنت أبهرتك يعني حسيت أن الله هذا موجود في السلطنة وأنا ما زرتها ولا تعرفت عليها مثل جدا بصراحة يعني يوم العيام كانوا يقولون لي إنه ما بتشوف السلاحف إلا في صور. بينما عن طريق الشباب العمانيين بصراحة هذه يمكن فرصة كبيرة جدا إن أوجه كل التقدير لكل الشباب العماني لما أتكلم عن الشباب الشباب والشابات أخواننا. لولاهم لما عرفنا هذه المقاومات السياحية بشكل عام. أنا أقول لك فهم يزودون بالأشياء هذه. يعني بشكل يومي يمكن توصلني فوق 100 مسج ما شاء الله رسالة. فوق 100 رسالة شخصية. إنه هذا فما أقدر ما تقدر يعني تنزل كل حاجة. صحيح. وأعتقد أنت تتابع موضوع الستوريز. نعم طبعا أنا عندي ستوريز وعندي الستاتيك البوستات وعندي كذلك الرين.
فكل هذه الثلاث القنوات ممكن تفعل من حساب اكثر. نعم. مثل ما انت يعني قرات ولا ايش ايش الكلمه اللي استخدمتها في بدايه البرنامج؟ والله احنا نتعلم منك. لا بالعكس والله انا تلميذ. الله يسعدك. فنحاول فعلا ان نقدم شيء جميل جدا. نعم. قبل نهايه الاسبوع وهو ترى هو ونيس قبل الخميس. نعم الله يعني يعني ما يحضرني بس. نعم. فعلا فعلا اللي تابع الحساب يعني انا بشكل يومي 25 بوست يعني. نعم. بصعب الوادي شاب تروح فحاول انوع. نعم. من البوستات. نعم. في مختلف يعني اركز على الفنون اركز على القناه يعني. نعم. واحدة من الفعاليات الجميلة اللي تقام في قناة نجوى. نعم. كل أسبوع كل. نعم. أسبوع صحيح. ودائما أنا أتطرق لها في الحساب. نعم. من منتصف الأسبوع. نعم. يعني بالتعاون مع الأخوة. نعم. في القناة إنه في فعاليات فعلا جميلة. نعم. ولما نتكلم عن سوق نجوى يعني سوق نجوى يخبط بعيد يخبط بعيد بعيد جدا عن صاحب الحياة في مصر صغيرة. صحيح صحيح. فالقلعة داخلها في فعاليات تقام يوم الجمعة والسبت يومين. نعم. نعم نعم. يعني كبار في السن وفعاليات الفنون الشعبية وغيرها فتحس كأنك يعني دخلت فعلا يعني قضيت. وهي طبعا لما نتكلم عن نجوى عن مسقط يعني كلها ساعة زمان. نعم صحيح. وصار فعلا صار فعلا حتى المقيمين من الأجانب اللي يزوروا نجوى في الأوقات هذه اللي في اليوم هذا وهذه شاب كثير جدا يعني كثير من الوديان. بدأت الأيام هذه أتطرق على الخريف صلامة. نعم. الجميع متشوق الخريف. صحيح. والحمد لله يعني ما انجلاء الجائحة بدأت الأمور يعني الله يا رب أن ربنا يبعدنا عن كل الأمور. آمين آمين. فالموضوع مشوق جدا صلى الله عليه يعني فعلا أنت جالس تكتشف بلد عظيم من من الموروث السياحي العظيم يعني فعلا صراحة. إذن ردود الفعل اللي قاعد تجيك إيش هي مثلا؟ والله كلها ردود طيبة. أول حاجة أنا حاولنا من خلال السنوات الماضية لحد اليوم إنه نبني علاقة جميلة جدا مع الشاب العماني. إنه هو جالس فعلا يعني يقضي من وقته خصوصا إنه مع تطور تقنية الدرون. أصبحوا الشباب ما شاء الله عليهم يغيرون المكان بطريقة سينمائية عجيبة. صدق. فأنا لا بس يعني عملية اختياري والله أقول لك حساسة شوية نوعا ما يعني لما تلاحظ حتى موضوع المنشن ما أحطه ظاهر. بس عشان اعطي يعني 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 بوست كده واضح وبوست يعني يكون جميل جدا يجذب الانتباه. صدق. فابعد يعني اختياراتي ابعد حتى موضوع الخلفيه الموسيقيه المستخدمه في البوست هذه تاثر في موضوع اختياري. نعم. لكن الحمد لله رب العالمين من في يوم واجهتني انه في كان صعوبه ايش انزل. وهذا يدل فانما يدل على يعني ضخامة الأماكن اللي ممكن الإنسان أو الزائر في البلد كسياحة داخلية. نعم. أو من برا البلد إنه يروحها ويكتشفها. نعم نعم. في حتى مغامرات كذلك سياحة ما شاء الله يعني الشباب ما مقصر فيها حتى أحيانا يوديك في عالم بعيد تخاف إنه يعني أروح في المغامرات هذه بس فعلا فعلا يعني الشباب جالس يقوم بدور كبير جدا وكل أحد يدوره. نعم. يعني هم دورهم كده وإحنا نستلم وإحنا يعني بطريقتنا التكنولوجية يعني نوزعها حتى خارج البلد. يعني لو قلت لي أنا ممكن يعني الحين حتى في فرنسا مثلا قبل يومين وهذا يعني شيء متشرف فيه يعني تواصل معي مكتب التمثيل السياحي في فرنسا. كان يريدوا يصوروا بالدرون عن طريق الدرون وادي شاب وجزء الدمامات فعلى طول ربطهم بالشباب. وهذا شيء جميل جدا انه يعرض في قنوات عالمية وكذلك انه يفتح لهم ابواب. نعم. فنحن جالسين نربط علاقة مش بس انه للبواب نفسها وانما كذلك للشباب العماني يعني جميل انه هم صراحة سعداء جدا انه هم يعني حصلوا الحمد لله رب العالمين طول السنوات ما في يعني صرت انت همزة وصل ما بين أيوة. عندهم اللي عندهم رغبة او اللي عندهم كذلك مواد للمواقع السياحية. زين المستقبل وين تبغى توصل من خلال هذه البوابة؟ والله البوابة ما أريد أقول إن أنا منافس ولكن عامل اتسم لما أقول لزوار عمان حتى في محركات البحث لما يدخل الزائر من خارج السلطنة ومن داخل السلطنة على طول زوار عمان يواجهه يعني وهذا شيء جميل جدا. وأنا دائما أقول إن السوشيال ميديا هذه هي صناعة يعني مش صناعة محتواها فمن الصعب إنك تقول أنت أنا يتابعوني 100,000 200,000 في يوم وليلة لا يعتمد على المحتوى اللي انت جالس فيه. انا اتمنى انه فعلا يعني احقق الهدف انه همزه الوصل هذه تكون بشكل اوسع وانه يكون مرجع مرجع اساسي جدا لاي شخص يعني يقصو حتى في لحظات يرتب جدوله.
وبعدين عن طريق الموقع عندنا باكيجز اللي هم جاهزين ممكن يعطي حتى جاي ترانزيت يوم واحدة كاملة. حلو. ففي علاقات في يعني مع القناع والحصول مع مركز المؤتمرات انت عارف الحمد لله رب العالمين بعد انطوال جائحة مهناء بدأت الفعاليات ترجع. ففي أنا هذا بعد المرحلة الجاية اللي تربطك في كثير من المؤسسات الخاصة والحكومية وغيرها اللي لها يعني لها شأن في الموضوع السياحي والسياسة. ممتاز. ممتاز. زين تنصح الناس وين بكرة تروح؟ والله وادي شهر نروح على الجمعة النجمة ما في أحلى منه. الله جميل. طب هذا مر عليك أنا جاهز؟ لا رايح الأسبوع الماضي. خلي عندك أوه وشاركتهم في الرزحة بعد حبيبي. أيوة يعني نجمة يعني ما بتمل منها يوم كامل. نعم صدقت والله صدقت. أيوة داخلية وتبعدك وبعدين كل ساعة صحيح. ففي كثير جدا يعني يمكن ما يحضر لي وكل أحد يعني وتقبلاته وهواياته بس أنا يعني مش إنه هي ترويج ولكن فعلا فعلا أتمنى إنه نفسه يشرفنا على البوابة يشرفنا على مواقع التواصل الاجتماعي وما بيشوف شيء اللي بيسره بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية. مواقع السوشيال ميديا ومنها الانستغرام كلها كم تعمى. ممتاز 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 ممتاز. نعم ومتابعتك اليومية هذه وحدة تشريف لنا. الله يخليك. أنا اللي يعني أستمتع من خلالك دائما كذا أكتشف كذلك مواهب شباب اللي أبدعوا من خلال تصوير المشاهد زي ما تفضلت. فعلا فعلا أتمنى إنه فعلا هذه يعني هذه العلاقات بين الجانبين مثلا احنا كبوابة واحنا نقوم بالواجب وهم يقوموا بواجبهم. نعم. وكلها يعني من اجل اظهار بلدي يعني جمالية صدر البلاد. نعم. من الداخل ومن الخارج ان شاء الله يا رب. دائما فيكم الخير والبركة. يعطيك العافية. حمود العزري انا سعيد كثير بالتواصل معك واتمنى يا رب ان شاء الله عن قريب نلتقي. احنا كم لنا سنتين او ثلاث سنوات نحاول في تورة بس ان شاء الله تعالى ان شاء الله على الاقل نلتقي والله قدام الناس الحمد لله وكل احد عارف انك وعدني وانا وعدني ان شاء الله. خلاص يلا حبيبي شكرا لك. حمود العزري مؤسس البوابة الالكترونية زوار عمان واحد من المواقع الجميلة وكذلك المعرفة بالمقومات السياحية في السلطنة والمرافق الخدمية في هذا الجانب يستاهل التشجيع يستاهل كذلك الشد على ايده عشان يستمر ويطور ويقدم لنا مشاهد كثير رائعة لأن من خلاله تعرفنا كذلك على إبداعات شبابية في عملية تصوير المواقع السياحية. فاصل صغير وراجعين. I'm
علنت وانا بين الناس اسالف واتباحك حتى ضحكي في الليل انت ساحرني نعم انت اسرني مع هذا الروح اسمعك واتبعك انت ساحرني نعم انت اسرني نعم على إذاعة الشباب من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء مع عبد الله السباح ومحمد مشوار 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 رفعت أنا مشوار وعودة لكم مرة ثانية مشاهدين ايش عند سليمان المعمري تحية للزميل والصديق والحبيب سليمان المعمري دائما كذا المثقفين لهم رنين خاص في تقديم البرامج الإذاعية أنا طبعا أتعلم منهم أنا تلميذ في مجالهم بس أنا تعرف أحب أتحرش أحب كذا أحب كذا أدخل في يعني يا ضنب علي الله يعطيه الصحة والعافية الأستاذ محمد المرجبي كذا لهم رخامة كذا في الصوت السلام عليكم أنا ما أعرف جد إيه في كاريزما كذا إذاعية أنا ما أعرف لها بس أنا أحب كذا من محبتي لهم والله من محبتي لهم بس أحب دائما أذكرهم لما يجون على بالي وفي خاطري أحب أمسي عليهم بهذه الدعابات الجميلة حلوة الدعابات لا 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 إيش عنده السباح اليوم لا شكله ضيفنا يعني روح انعكست عليه جد والله يعني ما شوف ممكن في لقاءات أو في الحوارات أو لما تلتقون فيه لأول مرة حتى شو الحين بيني وبينه ممكن ثلاثة أو أربع سنوات ما التقينا مع بعض لقانا حتى تحس كذا ما خذينا على بعض هو من شخصيات كذا يعطيك الانطباع في البداية الهدوء ولكن ما شاء الله عليه بس خليه يشتغل على طول يتحول إلى دينمو من الطاقة والحركة ويمكن لأول مرة في حياتي أشوفه يجي حدث بدون ما معاه شنطتين وصندوق مع الإضاءة والشتر خلصنا نصور بنطلع الإضاءات المعدات رحب العزيز الغالي سالم صباخوني يعطيك العافية يسعدك بسارة أنا سعيد وكل شرف بني معك من بعد انقطاع يعني دام سنتين أو أكثر بشوي بسبت الكورونا والأزمة اللي كنا مرينا فيها بس ما شاء الله مبدع أنت بالنسبة الله يسعدك نحاول يعني بقدر المستطاع بس طبعا مو بقدر إبداعك لا والله بالعكس يعني أنت دائما المنصات الإعلامية تتميز فيها سواء من خلال الهاتف الإذاعة التلفزيون تبارك الرحمن فنحن ولا شيء بالنسبة لإبداعاتك الله يعطيك الصحة والعافية عموما بعد المديح هذا وبيقولون هاي جايبين بعض عشان نحن بعض سالم شو أخبارك بخير وإيش النشاطات اللي معاك والله الجديد هالمرة كان مختلف أتوقع أنك شفت الصور اللي كنت مشارككم إياها في الإنستغرام كان بالنسبة لي شرف كبير وتجربة مختلفة عن التجارب السابقة إني أوثق ختام مهرجان البشائر في منح تحت رعاية صاحب سمو السيد ليزن بن هيثم آل سعد الله يحفظه ويطول بعمره كانت تجربة بالنسبة لي مختلفة رائعة يعني ومن التجارب اللي اعتبرها عمود أساسي في مسيرتي البسيطة ممتاز هذا يمكن أنا خط مسار حسيته مختلف العادة دائما أشوفك في المسرح في كواليس الأعمال الفنية ارتباطك بأسماء فنية بالضبط. بس قبل ما ناخذ ونعطي في هالسوالف أنا أبغى أبدأ المشوار كيف بدأ والله المشوار بدا مع واحد اعلامي له معزه خاصه اسمه عبد الله السباح تعرفه يمكن تعرفه كله يقول مضبطين لا والله في 2010 انا اذكر التفاصيل اذا انا ما اذكر انا اذكر لانك كنت اعلامي كبير ما تذكر التفاصيل بسيطه نحن نذكر لا انا اعلامي صغير لا وين زين كنت انت قبل كانت برامج سمره كل جمعه المذيع مختلف والضيوف مختلفين انت كنت في اول سمره كانت في اول يوم من ايام مهرجان خريف صلاله ب 2010 كنت انت مستضيف الاعلامي الكويتي ايمان نجم فكانت هذه اول تجربه لي اوكي هذا كان مع الاستاذ سعيد موسى ايوه بالضبط في مسرح الولايات كان قدم له تحيه خاصه اكيد يستاهل فهذه كانت ايضا تحيه للاعلاميه العزيزه ايمان نجم اكيد فكانت هذه اول صوره لي
بعيدا عن اطار البيت المدرسه يعني الاطار الصغير كتصوير رسمي وفي صحف وكذا كانت صورتك في 2010 فدايما انا مشواري الا تكون فيه لمسات او روح السباح باي شكل من الاشكال. الله يسعدني. حتى اول لقاء لي في التلفزيون كان معك، اول لقاء اذاعي كان معك. والله صحيح. والله جد والله بذكر. ايوه يعني انا اذكر اللقاء صار بيننا في 2017 او 2018. هذا اخر واحد تقريبا. أيه. هذا اخر واحد في مهرجان صراحه صلاله في صحيح. برنامج تقريبا ليالي الخريف ليالي المهرجان. اي بالضبط المهرجان. انزين هذا اللي نقدر على طول التصوير ولا كان في هوايه ثانيه؟ تصوير وكان في بعض المحاولات كمقدم وقدمت عندكم في الهيئة وتم قبولي ولكن لبعض الظروف ما تمكنت من اني اكمل في هذا الشيء. اي في مجال تقديم التقديم التلفزيوني؟ حتى قررت مع الاستاذ عمر صار ما شاء الله في صلالة تقريبا شهرين اكيد وبس ما ربك مكتب. اي نعم والقادم ما نعرف ممكن يكون لنا نصيب في هذا ان شاء الله. اذا اقدر اقول يعني ممكن في صبغة كبيرة، انت ما شاء الله لك علاقة كبير مع مجموعة من الفنانين والفنانات. أيوة. هل هذا بتاخذه كخط ولا هي مرحلة وبعدين تنتقل؟ أنا بالنسبة لي أقدم فن بغض النظر فنان مو فنان مشهور أو غير مشهور، أنا أقدم الفن. إذا كان هذا الشخص راح يضيف قيمة للفن اللي راح أقدمه للناس أنا أشتغل. يعني أنا دائما أشتغل مع الناس أجردهم من المسميات فنان إعلامي أو مشهور. أنت تخدم لي الفكرة أو نقدر ننفذها مع بعض بشكل مميز نشتغل بعيدا عن المسميات. ممتاز. وإذا يعني أحيانا الأسماء تضيف لك عمل بعيدا عن الفن بس فيه محتوى راقي ممكن نقدمه كذلك. يعني نحن دائما نكون مرنين لأن الفرص أحيانا تجيك مو مثل ما أنت تريد بنسبة 100%. في الصورة دائما تكون موجودة في حدث معين مثل حفل مناسبة وإلى ذلك، وفي صورة أنت تصنعها. بالضبط. وين أقرب لك أنت؟ في كذا وفي كذا، بس دائما الصور اللي نحن نصنعها يكون لها وقع خاص لأن هذه الصور أنت تشتغل عليها من خيالك للورقة عشان أنت التيم يستوعب الفكرة اللي نبدأ نرسم الفكرة حلو. وننفذها. ممتاز. فهذه تكون خالدة يعني أنت صنعت كل تفاصيلها أكثر من اللحظة، بس أحيانا اللحظات المميزة يعني تغلب كل شيء ثاني. هل تحط صورة وحاط لها مثلا هدف انها تبغى توصل؟ اكيد اكيد. مثل اعطني بعض الصور. اعطيك بعض الامثال. يعني بعض الصور اللي نحن بنشتغل عليها يكون في هدف انك انت تريد تقدم مادة فنية لذيذة الكل يستوعبها، الكبير الصغير اللي له في الفن اللي ما له في الفن. وفي بعض الاعمال لا تستهدف فئه نخبويه مثلا يعني تريد تفرد عضلاتك بهذا العمل. حلو. انزين اعطني امثله للصور مثل الجزء الاول والثاني. عندك عملنا قبل تقريبا سنه بالضبط حدود سنه عمل اللوك الفيكتوريان ستايل، حتى انت علقت عندي كنت يعني معجب بالعمل. فجبنا موديل ولوكيشن كذا فيكتوريان وفي بنت تشتغل ميك اب هي بروفيشنال خريجه أكاديمية الفنون في لندن. نعم. عملت لنا الفيكتوريان ميك اب والشعر وكذا فعملنا التتش رحنا الى هذاك الحقبة الزمنية بس خذينا معنا مثل التذكرة من وقتنا الحاضر اللي هي بطاقة عثمان. حلو. فكانت تحت القالب هذا الفيكتوريان معها بطاقة عثمان. ممتاز. ايوه. الكل كان يعني قبل ما ننفذ العمل يستنكر ليش بطاقة عثمان عمل فيكتوريان وملكة وكذا. قلت لهم هذا مثل رحلة عبر الزمان. اسم المنتج عشان ما يحسبون علينا الدائرة التجارية يقول قاعد سوينا دعاية. خلاص خلاص ما نعيد. سمحت أنا مرة مرتين خلاص. زين فكانت هذا اللوك اللي نحن نصنعه يعني من الألف للياء. حلو. وفيها تفاصيل كثير كانت صعبة ومعقدة حتى اللبس تم تنفيذ خاصة للعمل وكذا. اللوك الثاني البسيط اللي الكل يستوعبه اللي هو الباربي العمانية. أوكي. الطفل راح يستوعب لعبة الباربي، الكبير يشوف الباربي بس في قالب مختلف تتش عماني لبس عماني اللبس العماني صار وردي كذا فسفوري مو الناس ما متعودة. عمل ضجة مو عادية. أنا أول عمل بالنسبة لي أطلع لقاءات تلفزيونية خاصة للعمل عادة يعني كمصور بس هذه المرة الأولى اللي أطلع خصيصا العمل تلفزيون صحف حتى صحف من برا عمان فعمل اصداء. فهذا مثل على الاعمال اللي احنا نصنعها والاعمال اللي يعني نسرق من اللحظه. ممتاز. تبغى ترتاح شويه؟ يلا ناخذ فاصل ونرجع. يلا طلع صوتي. المسا عليكم بالخير والعافيه. يعني شوف انا عالم الاذاعه يمكن في متعه
خاصة بالنسبة لي عن التلفزيون. التلفزيون حلو شاشة وكاميرا وإلى ذلك، بس الإذاعة فيها سحر، سحر يأسرني أنا شخصيا، وخاصة لما تكون مع صحبة طيبة مثل الشملي والهلالي سيف يعطيهم العافية، والشباب الهندسة اللي برا يعطيهم الصحة والعافية. الشملي اليوم الابتسامة من هنا لهنا 1000 كيلو صاير الابتسامة، أي أحب شيء. ونرحب بضيفنا العزيز الفنان النجم في مجال التصوير، وبقول لكم ترى بعد نجم في شيء ثاني بس بعدين. سالم صباح الخير، يعطيك العافية. يحييك يعطيك العافية. حتى اللوك غير، حتى اللوك الثمانينات والسبعينات تقريبا، الشنب وطريقة العمامة واللون الدشداشة، يعني كذا نواكب شوية. زين زين زين. هو ترى على فكرة عالم، عالم جد، إذا بتدخلون صفحته بتعرفون عليه أكثر. المهم في الجانب الآخر معانا في المجال الإعلامي أيضا هي زميلة في محطة إذاعية، بالتحديد في إذاعة مسقط، لهم التحية والتقدير كل قائمين على هذه الإذاعة، نهاد الكندي. يا مرحبا فيك. يا هلا ويا مرحبا. شخبارك؟ الحمد لله عساكم طيبين جميعا الموجودين في الاستوديو. ما قصرت أول شيء على قبول الدعوة أن نتصل عليك. وأنت برامجك كلها صباحية أغلبها ولا فترة مسائية؟ لا أنا صباح الساعة 11. لا يكون مسهرينك بس. لا لا أبدا، تشريف تشريف بالعكس. مساء الخير نهاد. مساء النور والسرور سالم. شخبارك؟ أنا الحمد لله طيبة، أنت شخبارك؟ تمام. أنا سعيد كثير أنك تكوني معنا في الاستضافة. أنا سعيدة وأتشرف بهذا الاستضافة وأتشرف باختياركم اليوم لي، ويعني مشاف كثير بهذا الاتصال، الله يسعدكم يا رب. خلينا الحين من السعادة وندخل في الموضوع. سالم، مين سالم؟ سالم بالنسبة لي أنا يعني سالم هذا شو بدأ في ابتسام، أنا أعرف التفاصيل دائما كواليس الأعمال مع سالم لها جوها. سالم يعني أنا أعتبره أخ وصديق وإنسان بمعنى الكلمة. يعني معرفتي بسالم من فترة يعني من زمان، يعني كان راجع ل 2013 لما كان في بداية هذا الشاب الطموح اللي راسم خطواته بدقة وتفاصيل. إنسان خلوق ما شاء الله عليه، فنان بمعنى الكلمة. يعني صادفت كثير من المصورين واحترامي الشديد لهم أخوان، ولكن عين سالم مختلفة كليا. يعني عين الفنان اللي أبدا ما يحب يضيف أي إضافة غير لمسته الخاصة. حلو. يعطي جمالية خاصة للصورة ويقدرها ويحترمها يعني بكل تفاصيلها، وعنده كذا رؤية مستقبلية لكل صورة هو يلتقطها. أكثر شيء يميزه في نظرك أنت؟ نعم، أكثر شيء يميزه؟ أكثر شيء يميز سالم شخصيته. يعني شخصية سالم تتضح بشكل واضح في كل صورة. يعني أول ما تشوف هالصورة تعرف أن مصورينها سالم، لأن مثل ما قلت لك هو يهتم بالتفاصيل وجمالية الصورة من كل زواياها. يعني تفاصيل الصورة، يعمل سيناريو قبل ما يلتقط أي صورة، قصة خلفها، يشتغل على نفسه يعني كثير، وكان طموح جدا. وهذا الشيء المختلف في سالم انه مثل ما ذكرت في البداية انه هو راسم اهدافه. يعني اذا كم صورة صورك سالم صخرون؟ والله انا يعني سالم صورني ما اتذكر انه صورني صور كذا خلف الكواليس. ايوه. بس تجمعني به ذكريات كثيرة يعني. صح. يعني ما كان بيننا وبين بعض كذا جلسة، يعني العلاقة الاخوية اكبر من الشغل بين انا ونهاد اكثر. سالم سالم يعني اولا انا سالم تعرفت عليه في لندن، ما شاء الله. شاب طموح جدا، وكنا يعني في رحله جميله. وبعدين في مسقط دائما في محافل نلتقي بين اتصالات حلوه. سالم صدفته في برنامجي دردش معني، هذا كان احد الضيوف اللي تشرفت فيهم. يعني من ضمن المصورين اخترت سالم لانه فعلا انا اؤمن بنظره بنظرة سالم ورؤيته الفنية كثير كثير. وطبعا إن شاء الله ما أدري يجمعنا عمل إن شاء الله يا رب. شاء الله. ولكن دائما مثل ما قلت سالم عنده سيناريو للأعمال، وأنا يمكن ما جريئة في هذا الموضوع. يعني نهاد أنا بصراحة سعيد أن أتواصل معك، وأتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مسيرتك، ومن نجاح إلى نجاح أكبر. شكرا يا نهاد. شكرا كثير نهاد. شكرا. الله يسعدكم يا رب. تسلم ما قصرتي.
وأيضا بتكون عندنا مجموعة من الاتصالات مع مجموعة من ضيوفنا، مع ضيفنا العزيز سالم صوخرون، وزي ما قلت لكم تميز بكثير. من أقرب فنانة بالنسبة لك من الفنانات اللي سوت معهم مسلسل تصوير؟ كثير، بس هيفا حسين. هيفا حسين إنسانية هذه رهيبة، يعني فعليا تحس إنه هذه الإنسان تعرفها من مئات السنين، يعني رهيبة بشكل ما ينوصف أمانة. وكثير يعني، يعني أنا لو أعد الفنانين اللي اشتغلت معهم ما خلص. زين انا شفت نهاد قالت، واللي قبل نفس الطريقه قالوا، وحكم معرفتي فيك ترسم سيناريو لكل عمل تبغى تصوره. هل انت شخصيه متعبه في عمليه التصوير؟ لا لا لا، تعرف انا اؤمن بالفريق. يعني انا عندي شغله معينه كم صور، مثلا عندي فكره صاحب العمل، احط الفكره، كل واحد يشتغل على تنفيذ الفكره. حلو. وكل واحد اكيد راح يضيف لمسات او له منظور في توظيف هذه الفكره. فانا ما اتدخل في التفاصيل، اعطيكم اعطيهم الفكره، يكفي اني انا اساسا مؤمن بهذا الاشخاص. نعم. فأكيد تنفيذهم راح يكون شيء مقنع، وأكيد مو لازم يكون مثل ما أنا أريد 100%، لأنه فنانين أنت بتشتغل مع فنانين مثل ما أنا لي لمسة، هم كذلك لهم لمساتهم. إذا في فنانين بحكم وجودي أنا في خشبة المسرح وشفتك، في فنانين صعبين؟ كثير. مين مثلا؟ كثير. صعب. ليه؟ هم صعبين، أنا صعب إني أقول الأسماء، يعني مستحيل. يعني أنا عارف إن أصير لهم بعدين جلسة. شوف مقطع لكلامك، الشخصيات مختلفة مو بس في وسط الفن والفنانين أو المشاهير، حتى الناس البسيطة اللي ما عندهم أي شيء في الحين ممكن يكون أصعب من أهم الشخصيات. زين صعوبتك في إيش؟ في إنه يستوعب فكرتك، إنه مثلاً في ناس عنيدة، في ناس دائماً تتخوف، وفي ناس دائماً يعني هذا في العموم اللي بيقول لك اسم. أي أي. بس مو صعب بالجانب السلبي، الجانب الايجابي. نعم. الاعلاميه بثينة البلوشي اقدم لها تحيه. طبعا هي من اعز الناس على قلبي، انسان بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بثينة كثير تخاف من ابسط شيء، ما تحب حد ينتقد او يعلق او ياخذ ما اخذ على اي صوره. نعم. فدائما تخاف. بس انت في لك اكثر من صوره معاه، ويمكن انتشرت وما زالت. ايوه ايوه، اللي هي في الخريف. ايوه بالزي الظفاري وكذا. نعم. بس لين ما ننشر الصور. نعم. امر بمراحل. نعم. متعبه. اقولها دائما انت متعبه. بس هي يعني انا اقدر هذا الشيء، لانه انسانه. نعم. يعني محافظه على اسمها. نعم. على وجودها في السوشيال ميديا. نعم. فدائما تقول لي سالم انا مو موديل، اخاف انه الناس تشوفني بصوره الموديل. انا اعلاميه. نعم. اريد اظهر بالصوره الرسميه. نعم. ايوه، وغير كذا اظهرها في الاخبار. نعم. يعني فارغ جو، يعني جو رسمي. نعم. فتقول لي دائما انت اللي طلعتني من اطار الاخبار الى الفوتوشوت بلوكات وكذا. نعم. بس قلت لها اللوكات اللي احنا قدمناها كثير. صح. يعني مميزة. ايوه وفنتج، يعني حتى مو زي مثلا ظفاري وخلاص، لا ظفاري اللي تلبسه النساء بشكل يومي او في الريف، يعني هذه اشياء الناس ما تطرقت لها اساسا. الملابس هذه الى حد ما رسميه. نعم. وما فيها تفاصيل ممكن انها تاخذ بشكل مو مناسب او شيء، فهي دائما تمر بمراحل صعبه لين نقنعها ان هذه الصوره ننزلها. بعدين تقول لي والله كلامك صح، هي تقول لي لا الناس بتنتقد الصوره وما بتحب. إيه. لا ولا بعدين تقول لي لا طلع كلامك صح. احنا ناخذ فاصل صغير وتحية خاصة لها، اكيد تستاهل كل التحية والتقدير. تاركني لمن اختصرها وخدني لك صورة وصوت، يلي حبك عندي لا يمكن ولن أرضى إني بغيرها حيا لنموت. دام خدت القلب تاركني صرها وخدني لك صورة وصوت، يلي حبك عندي لا يمكن ولن أرضى إني بغيرها حيا لنموت. إني لك قررت أسجلني على سجين بحسجين بحب
رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، يا مرحبا فيكم في برنامجكم مشوار، وزي ما قلنا لكم هذا البرنامج اللي يطلع عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء، ندردش ونسولف. اليوم ضيفنا العزيز الموجود معنا في عربة النقل الفنان والنجم في معالم التصوير وفي نجومية عنده في مجال آخر سالم صوخرون. بقول لكم الحين بعد ما رحب بضيفي اللي موجود معي على الهواء أحمد العيسائي، يا مرحبا فيك. أهلاً أستاذ الله، يا مرحبا وسهلا. شخبارك الغالي؟ الحمد لله بخير وعافية نشكر الله. اليوم ما شاء الله أنا شفتك في الإنستغرام قاعد تسوي حلوى الكبش. إيه يعطيك العافية، كانت فعالية حلوى الكبش. الله عليك الله عليك أحمد. أنا من الشخصيات اللي أبهرتني يمكن من 4 أو 3 سنوات تقريبا في الإنستغرام، وعلى طول صرت من متابعي وعشاق أعماله. أحمد معروف أحمد علي صح؟ لا اللي الشرف والله. لا الشرف لي أنا، بالعكس أنت إنسان رائع جدا جدا جدا، ولك لمستك الخاصة في عالم الطبخ. وأنت أول شيء مجالك في أي نشاط عملك؟ أي والله أنا عملي بعيد جدا عن مجال الطبخ، أنا أشتغل في الإطفاء والسلامة. ما شاء الله تبارك الله. فاير بايت. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. وهاوي مجال. لكن بحكم ظروف العمل هي اللي خلتنا ندخل المجال هذا، بسبب تواجدنا بعيد عن المناطق اللي نسكن فيها. ما شاء الله تبارك الله، إبداع إبداع يعني. يعني اللي مو جوعان يجوع غصب. جزاك الله خير، هذا من تواضعكم. الله يخليك. تسلم تسلم احمد. زين يعني انت ما شاء الله ما خذيت موضوع انك تطبخ الاكلات، ولا صرت يعني تعطي فكره شلون هذا الطبخه تصير، ايضا الاجهزه اللي ممكن تفيد وتساهم في عمليه طهي الطعام هذا بشكل افضل، وخاصه الحين مقبلين على رمضان، اعطيني هذا شلون سويتها. والله شوف انا يعني بحكم اني بدايتي كانت هي سببها العمل، وتعرف الشخص لما يجي من العمل يحب انه يسوي شيء سريع كذا، وبالاضافه الى ان في اشياء تساعدنا حاليا في المطبخ صار يعني العالم تطور، صار في اجهزه تساعدنا، بالاضافه انك تبسط الطبخه يعني تسهلها، ما شرط كل مره لما تكون فاضي وكذا ممكن انك تجلس وتبدع وتزيد افكار وكذا، ولكن الغالب الحين يبغى السهل السريع. نعم صدقت والله. من هذا المنطلق جت الافكار هذه، والحمد لله هذا اللي طلعنا. زين ما شاء الله، يعني انا في بعض مرات شفت لك طبخات، يعني طبخات شحم ولحم وعيوش ومكابيس. يعني هذه عاد لابد من هذه الأساس. لا والحلو أنك يعني تزور أكثر من يعني في محافظة الظفار، شفت لك مجموعة من العمول وتأخذ من نفس البيئة، مو مجرد تأخذ طبخاتك. شوي أحكي لي عن هذه التفاصيل. والله شوف أنا يعني أولا أنا كشخص أحب السياحة الداخلية كثير. حلو. وحقيقة كان في بالي من البدايات أني أساهم ولو بشيء بسيط جدا، ولو 1% في نشر يعني الطبيعة اللي معانا أو كذا، فحبيت أني أصور هالأشياء يعني من خلال مجالي. أنقل الوصفات العمانية بالإضافة إلى الطبيعة العمانية، فغالبا لو تلاحظ يكون الاكل كله يعني الطبخات تكون برا في الهواء في الاجواء الجميله، خاصه موسم الخريف يعني هذا شيء استثنائي. حلو. فاغلب الاشياء طلعت في ظفار تحديدا. زين بدايه احمد كانت من ظفار، اول فيديو يعني معرف في احمد واللي سبب انتشار كان في طبيعه وفي جبال ظفار. زين اقدر اقول احمد افضل طبخه يسويها يتحدى فيها و في عندك شيء زي كذا؟ والله انا ما في يعني صراحه يعني في كل شخص له ذوقه وله فنه في الاكل. ممكن تسوي انت حاجه يعني يعني انت حاسب لها حساب كبير، وممكن تجي عند 10 اشخاص شيء يفوق الوصف، ممكن تجي عند 1 2 5 ذوقهم يختلف. صحيح. الاكل اذواق. زين ايش اللي يميز مطبخنا المطبخ العماني، يعني ايش اللي يميزه؟ البهارات، نوعيه الطبخه، او انه غير متكرر على مستوى مثلا دول مجلس التعاون بحكم ان احنا من نفس البيئه؟
والله احنا مطبخنا كبير ولحد الحين ما غطينا، ممكن انا اقول لك يعني 20% ما غطينا منه. في وصفات كثيره تتميزها بعض المناطق ما في احد يعرف عنها. حلو، مثل ايش صراحة. مثل ايش لو تقول لي بعض الاسماء؟ مثال في جزيره مصيره اتوقع اذا ما خابنا الظن، في عندهم طرق يطبخوا فيها يعني مثلا على المحار، شايف المحار في البحر؟ اي نعم، بصورة طبخ على سطح البحر بدل الأواني. أوكي حلو. أيوه في أشياء كبيرة، في طرق الطبخ وفي في الوصفات. ممتاز. في كثير يعني أشياء يعني ما تتخيلها. وهذه في واحد الحين جزاه الله خير، واحد من الشباب العمانيين مبادر وشغال على هذه، يؤلف كتاب كامل للطبخات العمانية وفيلم متكامل له عمان كلها. حلو. وعلى فكرة قريب إن شاء الله يكون تبشينا. شكله كني عرفتك قبل اسبوعين، عرسه كان؟ ايوه خليل الحسني. يستاهل يستاهل خليل الحسني، نقول الف الف مبروك لعريسنا بصراحه. انا كنت متواصل معاه قبلها بفتره وعرفت انه كان زواج وعقد قرانه. الله يهنيك. انزين احمد خلينا الحين، ما شاء الله الحين في الساحه كذا ما شاء الله انتم شباب رائعين وبرزتوا اكثر من اسم، مين المنافس لك؟ يعني احنا كلنا ماخذ طريقه في المجال. انا فاهم بس انت دائما كذا، انا شفت اكثر من شيء وما شاء الله كلكم متبدعون. انا ودي اطلع معكم رحلات يوميه، نقسمها كل يوم معاكم جاي تدور تستاجر. مين اللي نافسك؟ والله ما بيننا منافسه، كلنا اخوان. ولو تلاحظ دائما لقاءاتنا مع بعض، لحد اليوم احنا لقاءاتنا مع بعض ونجلس، ما يعني ما بيننا منافسه، بالعكس نساعد مع بعض كثير. احلى شيء مدام في الصالح العام واحنا اللي بناكل، ما عندي مانع تعاون. لا منافسه ابدا ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. كلنا المنافسه المحبب، لانك انت قاعد تسوي لي طبخه يعني بطريقه مختلفه بنكهه مختلفه، واتوقع سالم يشاركني الراي لانه هو ما شاء الله طباخ بعد. لا انا لما اتابع استمتع، انسى كل شيء، انسى اني طباخ اني مصور اني اي شيء. فتبارك الرحمن، يعني برافو عليكم، وصلت للناس ثقافتنا في المطبخ العماني لانها متنوعه وغنيه ومختلفه بشكل كبير عن دول الجوار بصراحه بحكم التجارب المحليه سابقا. الله يخليك احمد. ما شاء الله معاكم في المطبخ الظفار كثير، وخصوصا بعد للحين ما انتشرت، وان شاء الله السنه هذه بنحاول نطلع من بعض الاشياء. ان شاء الله يا رب. احمد ان شاء الله نلتقي على خير، وانا سعيد كثير انك اعطيتنا هذا الوقت من دقائقنا، انا اعرف كان عندك تصوير من الصبح. وموفق ان شاء الله يا الغالي، موفق جميعا. تسلم ان شاء الله. تسلم يا حبيبي، تسلم ما قصرت. احمد من الشخصيات الرائعه مثل وشروان من الشباب العمانيين، حسابه موجود في الانستغرام، اكتب احمد علي والطبخات العمانيه نشوفها كل يتابع بصراحه. وانا ترى على فكره سالم ما شاء الله تبارك الله، انا اخذت بس الجانب وهذه محطه اساسيه، ترى طبيخ بالدرجه الاولى. انا بعض مرات قاعد اشوف منزل ستوري اقول لا ايش هذا، ما هذا يا فتى. يعني تعرف عبد الله يعني انا اكتشفت اني بتاع كله حلو، يعني في الحياه بشكل عام ما في شيء بالنسبه لي صعب، او احاول اني يصير سهل الموضوع، الصعب يصير سهل مع الاولاد. فالطبخ منذ الصغر، يعني نحن في عائله عندنا انه انت تحب تطبخ اطبخ، ما عندنا نفس ايوه مو نفس العوايل اللي ما تحرق نفسك وما اعرف ايش. فكنت اطبخ، وكبرت هذه لما كبرت صرت اطبخ في الرحايل، يعني مثلا اخر رحله انا طابخ ذبيحتين وما رجل كبير ما شاء الله. ايوه شملي خلاص خلاص علي المرات القادمه ان شاء الله. احنا بس نسمع كلام، ترى ما عندك شيء، تريدوا قبولي، تريدوا كبسه، تريدوا برياني، ما عندك شيء. هذا اخر طبخه اللي طبختوها مع واحد من الشباب قبولي. اي هو بس هذا كان في خبه القعدان. الله. قالوا لي يعني ايش تريد بالضبط؟ قلت لهم انا تحطوا لي رز ولحم ومن حسنكم اي طبخة. انا ما ادلع الطبخ، ما يدلع يصنع شيء من لا شيء، فكيف اذا تفرت الذبايح والرز والدنيا. فسننهم قبولي. القبول هو سهل ترى، يعني نحن الحلو في مطبخنا العماني اغلب طبخاتنا سهلة. نعم. يعني ممكن تاخذ وقت وكذا، بس مو نفس بعض الدول اللي مثل يقول لك ما نحمس البصل على صوت. نعم. فالرحايل ما تحب الدلع، تحب لك اللذيذ سهل التحضير، ما فينا صبر ما بندق. هذا هي بس انا من قبول. انت بتشوف الستوري كيف. نعم بصراحه. وفهد كان معاكم ولا ما معاكم؟ لا ما معنا، بس بكره رايحين بدين باذن الله. فهد المعشني شو اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا يا فهد. يا اهلا وسهلا استاذ عبد الله. الله يسلمك ويسلمك يا الغالي، حياك الله. يا اهلا وسهلا. هلا فهد.
مساك الله بالخير. اهلا وسهلا سالم، يا مرحبا. سعيد بانك معنا، شكرا لانك لبيت الدعوه. بالعكس بالعكس، واقف والله اتصلوا فيه من شويه وفاجئوني صراحه. وانت راجع من دبي عارف اكيد ما قصرت. درب السلامه يا حبيبي، درب السلامه. الله حاليا حاليا والله في خط الباطنة باتجاه العاصمه مسقط، ان شاء الله ولايه السويق. توصل بالسلامه يا رب، توصل بالسلامه الغالي. زين خلينا نكسب الوقت عشان ما اطول عليك. علاقتك مع سالم يعني في اي جانب؟ في مجال التصوير، في مجال الرحلات، الطبخات، ولا مثلي منتظر الطبق عشان الاغلب الاغلب ما شاء الله. في قصه طريفه بينكم فتحت موضوع الطبق. حلو. قصه طريفه صارت بدايه الحظر. اها حلو. بدايه حظر كورونا. ايوه. كنت مقيم لوحدي في مسقط، وانا انسان ما اعرف اطبخ. ايوه صراحه يعرف ياكل بس. ايوه كنت متعود انه على المطاعم وكذا. اي نعم. والوحدي في البيت. فبدايه الحظر كان اغلب المطاعم مسكره والناس متخوفين وما في، تقريبا الاغلب كلهم في بيوتهم. وانا يعني افكر كيف اروح صلاله والمطاعم مسكره. انا رجع كنت تحملت اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم اتصل في سالم. حتى سالم عندك سالم. يا سالم ارجوك الساعه 10 بالليل والله العظيم. اتصلت في سالم ارجوك يا سالم، انا انسان ما كليت اكل بيت. فالله يخليك وجا وجزاه الله خير انقذني هذاك اليوم. فدخلنا اتوقع برياني او شيء كذا الساعه 12 بالليل تقريبا. برياني. الله الله احلى شيء. برياني في الرياضه تذكرها؟ هذه ما انسيها استاذ عبد الله. اليوم هذاك انا مستحيل انساه. الله. كان هو هاليوم تقريبا في نفس اليوم اللي اغلقت فيه المطارات. نعم. ما انسى. يعني تقريبا نهايه 3/2020. الله لا يرجع عليك. ثلاثه بدايه 4. ايوه تقريبا. بس اذا فيها اكل ما عندي مانع. انا اكل بس بدون كورونا بدون حظر. وفي مجال التصوير بعد يا استاذ عبد الله. استاذ سامس واخرون طبعا. انا بالنسبه لي من اعظم المصورين في سلطنه عمان، لانه صورني صوره جدا جميله وانتشرت في كل الوطن العربي. بالجي الريفي. نعم. الريفي لاهل الطفار. نعم. كنت لابس نفس الجي الريفي. وكان يوم يعني سبحان الله جيت التصوير مفاجاه كانت. وطلعنا الى الجبل وبلبس الزي كامل وكذا وتسهلت التقطنا صوره. نعم. يعني ما شاء الله ما شاء الله انتشرت في الوطن العربي كله ما شاء الله. زين هل سالم سهل في التصوير ولا متعب؟ سالم بالعكس بالعكس، يعني جدا سهل، لانه دائما يحضر الاعمال قبلها اسبوع او يومين او ثلاث يوم محضر. نعم. اليوم اللي بيصور فيه. حلو حلو. وعندي ما شاء الله خلفية، يعني دائما يقول يعني انا ملاحظه انه على اي جنس التصوير يعملها يبحث من الشخص ايش خلفياته. نعم. ايش الالوان اللي يحبها. نعم. ايش اللي كذا، يعني انا دائما تعلمت هذه الاشياء من عند سالم. نعم. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. يعني بما انك انت قريب من سالم، والدليل انك لما جاعت في الدنيا قلت ارجوكم ونبغاك ايش اسمه يلا استاذ عبد الله ان شاء الله بكره بعد ما قال لي لولايه بديه. اي قال لي الحين قبل شوي. انزين ايش اللي زعله؟ شو انا معرفتي بسالم من زمان بس ما صار يوم شفته معصب، ايش اللي يخليه يطارد؟ لا تجي في المواد. اوكي. الوقت. هو مشكلته يزعل اذا مواعد، يعني في الوعد ساعة واحدة، اذا انت جيتوا واحدة وربع واحدة ونص يستلمك نص ساعة. يعني واحدة ونص واحدة وخمس اعتبرك خلاص انت ما احترمتني. هو مشكلته الوقت صراحة. وانا مرات شوية ما يعني تعرف استاذ عبد الله مرات يكون زحمة في الشارع ناس طالعين. لا مو زحمة، تكون تصور سناب انا عارفك. زين اقول يعني بكرة بتطلعون بكرة على الموعد ولا بتأخر عليه؟ قول من الحين بس عشان الرجال. هو الله يشوف، انا ارسلت له رساله قال لي متى بالضبط وسالني على الموعد. هو الحين هذا الوقت والله ما اعرف بكره راح احدد. يقول لما اصحى من النوم لانه عندي الساعه 2 يعني 2 اي 41 انا قاعد. انت الحين دام انك انت موجود عاد خلاص حدد الموعد. نتفق انا وياه من الحين. اذا انتم بتروحون بتتغدون هناك بتباتون عشان بس نعرف بالدليل اللي بيكون فيها بياتة. بطولة ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله في بطولة التمكين بتكون في ولاية بدية بحضور سعادة المحافظ محافظ شمال الشرقية. ما شاء الله. وطبعا هذه الدعوة للجميع الحضور. ندعوك بسارة ان شاء الله. والله ان شاء الله لو ان هالفترة انا الاجازات تتحول كلها جو اسري. لا الكورونا كانت سنتين كلها اسرية توقع كلنا فهذه الحين ممكن يعني تعطينا من وقتك. خلاص عجل طلعوا بعد الغداء.
باذن الله خلاص عم تنتهي العشاء هناك بعد الغداء بعد الغداء خلاص انتهي الوقت ما نحدد عجبتك ها شوف انا بعطيك وقت قلت بعد الغداء ممكن الغداء الساعه 3 انا راحت شكرا يا فهد شكرا يا حبيبنا شكرا لعمرك يا استاذ عبد الله يسعدك الف سلامه وفر الله طريق لا حشا حشا الغالي حشا الحمد لله سلامتك الغالي تسلم شكرا حياك الله واحنا بعد هذا الوجبات والله بصراحه جوعونا اذا هديه يبالنا بكره تعال معك فاصل وراجع على وين يا مسافر على وين ترانا مشتاقين ترى يذبح الفراج من سنين ننطرك من سنين مكانك في هالعين والبعد حراج يا مسافر على وين ترانا مشتاقين من سنين ننطرك من سنين مكانك في هالعين والبعد حراج تعال تعال ارجع لنا تعال وريح قلوبنا لا يزيد بعدك بعد سنة ترانا والعامين تعال ريح قلوبنا لا يزيد بعدك بعد سنة ترانا والعامين يا مسافر على وين يا مسافر على وين ترى يذبح الفراق والبعد حراها فترة وتهون وانا ظني يدرون بأن الشوق قاسي والعيون بدونك ما يغفون تخليني شلون لك اللي يناسي يقولون ترى فترة وتهون ولا ظني يدرون والعيون بدونك ما يغفون تخليني شلون تعال تعال ارجع لنا تعال وريح قلوبنا لا يزيد بعدك بعد سنة ترانا والهالي تعال ريح قلوبنا لا يزيد بعدك بعد سنة مسافر على وين مسافر على وين مسافر على وين على وين مسافر على وين مشتاقين وترى يذبح والبعد حراها اللي يحبون الوناسة والسعادة والفرح والبهجة نقول لهم دائما من خلال مشوار تلقى اللي سرك لا تنسى مشوار مشوارك المشوار تنظرهم العالم بنهار صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ده في فرق مش مهم لوين نروح المهم نروح المشوار بعد ما دقينا الكبسة والمشابيس واللحوم وشهم بس بالصور احنا قاعدين نشوف صور نشوف جدور ملاعق صحون
واللي طلعوا الرحلة استمتعوا الله عليهم بالعافية، عليهم بالعافية إن شاء الله. إن شاء الله في يوم من الماء قريبا 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 بكرة صدق وهذا الدعم ترى على الهواء مباشرة بكرة بدي يلا معانا زين. لا لا مشكلة بكرة عشان إذا المشكلة مو مني إيه يعني لا إيش قولوا إنه هنا مسافة لبدي إذا مسافة المسافة عندي جدول حياة يعني عادي يعني استثناء يوم استثنائي شو يضغط عشان يبين إن هذا يوم الجمعة ترى على فكرة هذا ومحمد وسيف راضين بارسل تم ما تبغون ارسلوا لنا اوكي هذا في البيت لكم في مصر بس وخلاص بنقول لا تستاهل والله تستاهل تحية العزيز الغالي ضيفنا اللي منورنا سالم صبخروني يعطيك العافية. انت اسم الاسماء الشابة ما شاء الله تبارك الله في فترة قصيرة عملت نفسك بس ما مو كلامي كلام حتى اللي قاعد يتواصلون معانا الله يسعدك انا ما قاعد اجاملك والله جد يعني هذا من طيبك بسارة اخذتني والله يعني انت من الناس اللي حتى في تصويره دائما مميز مختلف في طريقة تصويره التحضير انا اللي يعجبني فيه دائما عدتها كلها معاه يفتح السيارة يطلع لك كل العدة موجودة من لحظة ما تتكرر مشهد حلو لحظة استثنائية ما تتكرر انا خلاص طب انا رايح البيت اجيب العدة وبصور فخليك ستاند باي اي لحظة هذا شعاري في الحياة الاتصال اللي جاي معاي ايضا ممكن اقدر اقول نفسك بنفس الخط هي مميزة بعد في المجال يعني هو شيء حلو لان في النهاية احنا كمتلقين قاعد نستمتع بالضبط يعني ندى فوتوش اخبارك يا اهلا وسهلا يا مرحبا انت ما شاء الله تبارك الله انت من اسرة فنية اكيد درجة الاولى والدك الله يحفظه ويخلي لكم اياه يا رب ان شاء الله واحد من الموثقين لمشاهد عدة هو صديق عزيز يعني لمحافل وطنية مناسبات دائما كاميرت على كتفه ويلتقط الله مع الابتسامة دايما ابتسام الله يحفظه الله يحفظه يا رب ويخلي لكم اياه يا رب. ندى حافظ شو اخبارك يعطيك العافية الحمد لله. طبعا اول شيء لازم نبدا نقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ندى فوتو ثقة ابداع تميز يعطيكم الصحة والعافية وشاكرة لكم امانة هذا المداخلة الجميلة واللطيفة بين شخصيتين للأمانة هما من أهم الشخصيات من محافظة النصر ومن سلطنة عمان. أشكرك يا ندى أشكرك هذا من طيب أصلك. زي شو خلنا ندخل بعد المقدمات هذه خلنا ندخل في الموضوع. أنا في أكثر من محفل مناسبة أشوفك أنت وسالم دائما في صدارة الحدث وعندكم ما شاء الله شبكة علاقات وخاصة مع النجوم وعالم الفن. يلا أعطيني الحين سالم طبعا لو راح نبتدي اول شيء بالنجوم ما شاء الله سالم هو يعني احد النجوم المميزه في محافظه ظفار وفي تصوير الفوتوغرافي وبالذات ما شاء الله في تصوير المشاهير يعني سبحان الله في صلاله في كثير مصورين وفي بعض المصورات فكل شخصيه تفرض نفسها بتصوير معين مثلا نقول سالم في تصوير المشاهير ندى مثلا في تصوير الافراح مثلا نقول الاسماء الثانيه كل حد وله جهه معينه ولكن سبحان الله سالم الشخصيه اللي انا شفتها اللي مميزه سالم اتوقع انه نادرا ما يصور طبيعي نادرا صح نادرا ما يصور يعني يومياته حتى ولكن الحاجة المميزة اللي اختارها سالم ممكن هي الشيء اللي خلى سالم يكون فعلا يعني مختلف من بين كل المصورين اللي فسقطنا بشكل عام ومجال المشاهير أمانة أنا أشوف مجال مو سهل أنا شخصيا يعني كمصورة أشوف أنه مجال جدا صعب إلا أنت تصور شخصية معروفة ما شاء الله على مستوى الخليج أو على مستوى الوطن العربي فهذا حاجة صعبة جدا والأصعب أنك أنت قاعد تصور يعني نجم عالمي بكرة وبعده يعني صورة واحدة تطلعك للسماء وصورة واحدة تخليك صحيح. مكانك صحيح إنزين فهذا الشيء اللي أنا أمانة شفته مميز في سالم صورة ما تنسينها لسالم مثلا صورة أنا صورتها لسالم ولا سالم صورني صورة هو صور صورة وانت تحسين الصورة هذه لا طبعا أنا راح أذكر الصورة اللي لها ذكرى أقرب وهي تصوير الفنانة بلقيس سنة 2014 في مهرجان صلالة السياحي طبعا كانت كذا يعني دعوة من الفنانة بلقيس أنه سالم يلتقط لها كذا صورة فبما أن سالم أخ عزيز وغالي علي ما ردني يعني قلت له سالم بليز أتمنى أني أروح أولا أقابل شخصية بلقيس لأنها من الشخصيات المميزة بالنسبة لي أنا شخصيا وبالمرة أني أصورها وأتصور معها فأمانة سالم ما خذلني هذا رقم واحد رقم اثنين هي الصورة هذيك ما أنساها للعلم أنه ما شاء الله في صور كثير حلوة ومميزة لسالم بس تبقى الذكرى الأولى هي اللي لها يعني بصمة أكثر حلو
حلو، يعني هذه محطة ما تنسين هاي كموقف. أكيد ما أنسيها، أعطيتك 2014 مهرجان صلال السياحي والفنانة بلقيس ودايم صخرة. يعطيك العافية ندى، شكرا والله. الله يعافيك. بصراحة أنا دائما يعني يعجبني اجتهادك ندى بصراحة في مجالك، وأيضا يعجبني اللوجو اللي أنت مسويته لنفسك، وكيف تستثمرين كل حدث عشان توثقين هذا اللوجو، العبارات اللي دائما تقولين شنو قالت؟ ثقة إبداع تميز. إيه ثقة إبداع تميز. الله عليك يا سالم، الله عليك. الله يوفقك يا رب إن شاء الله، والنجاح لنجاح أكبر يا رب. شكرا يا رب. شكرا شكرا سالم، الله يحفظكم يا رب العالمين، وشكرا لكم أمانة هذه المداخلة اللطيفة جدا، مع أنها يعني قصيرة إلا أنها يعني أتمنى أني أكون معكم قلبا وقالبا. الله يفتح لك يا رب، شاء الله قريب الله يحفظكم يا رب. تحيات الأسر الكريمة يا رب. إن شاء الله تسلم عبد الله. شكرا لك يا رب. عالم التصوير وعالم الفن ما شاء الله عالم وسيع بحر. اي والله. وفي فنانين انا بعد مره جد انا الحين وقاعد ندى قاعد تتكلم، قلت انا مره في المستقبل بضبط مع سالم لان يكون قريب من الفنان اكثر، خاصه نعرف جوه ايش يحب ايش يكره ايش المود ماله. زين انت للحين ما قلت لي، انت في حفله صورت فيها احلام، ايوه، في حفله صورت فيها نجوى كرم، صح، في حفله صورت فيها نانسي عجرم، بالضبط، وفي انا قاعد اتذكر يعني حتى انسى، تعرف احيانا لما اشوف الارشيف اقول اوه كيف انا صورت هذا الفنان. وفي فنان، في فنانين شباب يعني عبد المجيد اتوقع، لا للاسف اتمنى، راشد الماجد للاسف، كاظم الساهر لا ما صار، كان ودي لان تعرف كاظم وعبد المجيد بالتحديد هذول من الفنانين المفضلين عندي، فاتمنى اني اصور فعليا ان شاء الله. زين من الفنانين هل يكون في تنسيق مسبق زي مثلا بلقيس طلبت مصور لما يجون على مستوى السلطنه، هل يطلبونك بالاسم يقول لك والله نبيك؟ غالبا يعني اكثر من مره سمعت ذكرت اسمك في عمان وبرا عمان، انا صورت احلام عمان الدوحه لبنان. تعرف الفنان مر عليه مصورين كثير، والفنان خاصة لما يكون مشهور على مستوى نعم. يحافظ على صورة معينة أو ظهور معين، فهو يختار يعني ينتقل الاختيار حتى أنه يظهر بهذيك الصورة، يحافظ عليها أمام الناس والمتابعين. زي أم فهد شلون؟ رهيبة والله، أبو عصبية زي ما يقولون دائما أبدا يعني أحلام، أنا أذكر تعاملني معاه كأني ولدها الصغير، كأنه عمري 5 سنوات، كليت ما كليت ليش ما تأكل. أقول مثلا كان مثلا عامل يعني وليمة كذا بالليل بعد التصوير في الدوحة، فتقول ما كليت، أقول بالليل ما كرست، تقول أنت من متنك عشان ما تأكل، تقول لا تأكل. حنونة وإنسانة بكل ما تحمل الكلمة المعنى، ولكن دائما هي استفزها في التلفزيون والإعلام حتى يحصل على الترندات والمنشتات وهالسوالف. أم فاهد لها التحية والتقدير، وكذلك لزوجها الله يحفظهم يا رب إن شاء الله وعيالهم، إنسانة رائعة. أنا على المستوى الشخصي يعني التقيت فيها أكثر من مرة، وجد إنسانة رائعة رائعة، أحلام رائعة جد، أحلام هي أحلام أحلام أي والله. انطر معكم الكويت. الله الله يا كويت. الكويت وين، سلام لأهل الكويت. سلام خالص. اي والله، واحنا هنيناهم في بداية فبراير وهنيهم مرة ثانية دائما، والله يديم الأفراح وأيد يا كويت دائما. معنا في الجانب الآخر شريفة حاجي حسن، استشارية لبيئة المكان. يا مرحبا فيك يا شريفة. يا هلا يا هلا استاذ عبد الله، ومشكورين على دعوتكم، ومشكورين على ان عطيتوني مساحه ان انا اتكلم عن سالم. نتشرف فيك يا شريفه، شكرا لتلبيه الدعوه. يا هلا هلا فيك، وحيا الله باهل الكويت الغاليين. اي لا احنا كنا قريب من عندكم اساسا. ايوه ترى انا وعبد الله كنا درسنا في الكويت، ولنا ذكريات وعلاقه خاصه بالكويت واهل الكويت، اتوقع الكل حد يحب الكويت. والله اي والله ما حد ما يحب الكويت. زي اقول استاذ شريف، خلينا اول شيء في البدايه بعد مره احب فيك ونمسي عليك بالخير والعافيه، وتحياتنا لاهل الكويت. انت استشاريه في مجال بيئه المكان، بمعنى ان احنا انا استشاريه في طريقه نظره الشخص للمكان من الناحيه النفسيه، يعني لما انت تدخل المكان شنو تأثير الألوان، تأثير الأثاث، تأثير ترتيب حتى مخطط المنزل من الداخل على نفسية الأفراد، على تعاملهم مع بعضهم البعض، في أمور كثيرة طبعا. ممتاز. زين حجم التعاون اللي كان ما بينك أو طريقة المعرفة اللي صارت بينك وبين سالم كيف صارت؟ اللي صار إن هي كانت صدفة جدا جميلة من خلال بعض الزيارات
اللي تمت وتعرفت على سالم وصار في بيننا حديث وأيضا كان في عندنا جلسة تصوير مع بعض. وبصراحة يعني سالم من الشخصيات اللي شدني من أول مرة بطريقة تدقيقه على بعض الأمور. يعني يحب دائما إنه هو يعرف الشخصية اللي قدامه حتى يعرف إنه هو يعطيها صح. وهذا من الأشياء اللي حسيتها تميز شخصيته. بالإضافة إلى إنه هو يعني بالنسبة حق شغله أنا أشوفه هو إنسان منضبط أول شيء في الوقت. عارف هو يال بالضبط ليش وش حقه وشو المطلوب منه. وقبل ما حتى ما هو يبي يعطي اللي قدامه أو يبتدي في أي جلسة تصوير هو يهتم في إنه يعرف الشخص اللي قدامه شنو يبي. جلسة التصوير من الأساس شنو الهدف منها من الأساس. هذا الشخص نفسيته أهدافه شنو يحب شنو يكره بحيث ان الكل يعني طول اللقاء واحنا قاعد نسمع الكل قاعدين تحت صورة من أمانة. يعني سالم احنا شفنا وايد مصورين هو لكن سالم فنان وهذا يفرق. شكرا لما انت يكون عندك يعني شخصية هو حاب انه هو يصور مو بس مجرد التصوير انه هو هاوي تصوير لا هو فنان في انه يطلع لنا صورة كأنها تحفة فنية. انت لو قعدت انه تطالع في تفاصيلها راح تلاحظ انه يعني كافي انه انا ابرز الصورة واكبرها وقعد اطالعها بالساعات يعني ما راح امل لانه يدقق وايد في كثير من التفاصيل. يمكن احنا كبنات يعني نحب ندقق اكثر على التفاصيل. فسالم يعني ما شاء الله عليه قاعد يعني مضاعف قاعد يظهر لنا هذه التفاصيل بطريقه تبهر الجميع. وهذا اللي يميز شغله فعلا ترى. زين اقول هل سالم في مجال التصوير يعني دائما يقول في بعض المصورين يمتص التوتر من قبل الشخص المقابل له عشان يخليه على راحته ويكون, وفي بعض المصورين لا تلقينا جات كذا يبغى الكادر يكون مضبوط يبغى اللي بيصور كان جلسة التصوير معاه جدا 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 ممتع. يعني مثل ما قلت لك أنا في البداية يعني لما تتعرف على شخصيته اللي قدامك أساس إنه تعرف شنو يحب وشلون ممكن تتصوره راح تبدع خلاص. صحيح هو عرف الشخصية عرف شلون يتعامل مع الشخصية اللي قدامه خلاص في موقع التصوير وفي حتى ترتيبه للموقع خلاص هو عارف شنو الشيء اللي يريح اللي قدامه فقاعد يعطي يعني الأبعاد أخرى كثيرة يعني ممتاز. هو يشوفها أكثر من عندنا. زين سمعت من كلام في البداية كنش كنت في عمان أو بتجين عمان أو قريب على عمان؟ أنا كنت في عمان ورجعت تاريخ 4 مارس. زيارة عمل زيارة سياحة؟ والله هي كانت زيارة عمل وكنا جايين على أساس نعرض الكتاب كان عندي حد يسوي الكتاب ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله يعني الأمور تمت كلها على خير الحمد لله. والتقيت بعد في سالم وقتها ما شاء الله وخذينا لنا جلسة تصوير سريعة سريعة جدا حلوة وللأمانة أنا عرفت بعد من سالم في موضوع هو يعني كشخصية هو إنسان ترى جدا جدا طموح صحيح ومن أمنياته الخاصة اللي أنا راح أفتن عليه فيها أيوة أتمنى وأمنية خاصة جدا إن هو يصور السيدة الجليلة السيدة عهد إن شاء الله إن شاء الله تحية طبعا كل التحيات والتقدير لها نعم وكلنا أكيد نتشرف إن إحنا نخدمها يعني وبخدة عمان نعم نعم وهذا سالم باختصار ان شاء الله. استاذ شريف انا سعيد كثير باني اتواصل معك وان شاء الله نلتقي وجها لوجه. انت اسم معروف في مجال اكثر من مجال اي نعم صراحه الله يعطيك الصحه والعافيه الله يحفظك ومن هلا على يا رب ان شاء الله. سلام على اهل الكويت. سلام لكم جميعا تحياتي مشكورين وايد الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك العافيه. حلو تحس ان احد يذكرك بالخير. العاده لما تسمع
بس لما احد يكلمك اكيد يعني عادة نحن الأصحاب ما نمدح أنفسنا من بعض يعني فأنا الحين جالس أسمع ما كانوا هذيل اللي أنا أعرفهم حتى يعني نتكلم سوالف بسيطة ودرجة كذا بس الحين لا فأفرح أكيد أنا حاليا كذا معدل السعادة عندي فل يسعدك ويسعدهم أكيد بلا شك حنا بنكمل هذه السعادة أنا عارفك تحب المجال الإعلامي أكيد الحين قول لنا ناخذ فاصل ونواصل ناخذ فاصل ونواصل اللي يحب
يحبون الوناسة والسعادة والفرح والبهجة نقول لهم دائما من خلال مشوار تلقى اللي سرك لا تنسى مشوار نتمروا بالعالم بنهار صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ده في فرق مش مهم لوين نروح المهم نروح المشوار مرة ثانية مستمعين الكرام ويا مرحبا فيكم وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشوار. هذا البرنامج اللي طل عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء ندردش ونسولف في أجواء سياحية. اليوم سياحة وطبخ وأكل, يعني اللي خفف وزنه الأجازة وتصوير, يعني لا جد 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 والله. مثلا أنا الصور يعني في الألبومات يعني لما تكون صغير لا لا مو صور الأكل خلها تهون هذه, مثلا يقولك أحسن صورك وانت صغير, يقولك مرحلة المراهقة لما تصور صور يعني اختار صور حلوة لأن بيمر الزمن بتكتشف بعدين تقول لا إله إلا الله. والله لما أشوف صوري في المراهقة وفي الطفولة كائن فضائي يعني حتى دائما تحب العمر أنا أنسحب من دائما لأن صوري صراحة تفشل. لا لا بعد في حركات كان يسوونها يعني ما أعرف في جيل اللي يمسك مزهرية لا وهذاك المشط اللي يحطه على الفشة أشياء غريبة جد جد جد. ولا مثلا تلقاهم اثنين أصدقاء راحوا استوديو يسلمون على بعض يعني إيش تبي عندهم التلفون العمومي مثلا يعني هذه فمن اتمنى من الجيل الجديد اذا شفت صوره طبعا الحين كل اغلبهم صوروا صور بالتلفون في صور احتفظ فيها سكرها بقفل وفي صور خليها عامه عادي يعني لان بيجي يوم بتقول يا ليتني ما صورت هالصوره. هذا جانب. الجانب الثاني اللي كان رشيق وضعيف مثلي وعندي لك صورة في رسالتك شكرا أتوقع بتحبزك بس ما زلت يعني صح أنه في زيادات بس بسيطة يعني مو إنسان ثاني ما زلت عبدالله السباح يعني يبغى يرفع معنوياتي يعني أنا مسمي خد وخد يعني صار خد إحنا يعني رمضان أعطيك إجازة أتوقع لأنه مستحيل حد يسوي ذاتي في رمضان الله يعني المفروض عندي برنامج رمضان يعني فالمفروض اني اتحضر بس ان شاء الله ان شاء الله يا رب عندي كم يوم كذا ان شاء الله نخفف كم اللي بنخففه بنرده مرة ثانية. انزين الحين جينا على عالم التصوير يعني ايوه وانت ما شاء الله ابدعت فيه اتوقع الطبخ انت هوايك هواي يعني ما ماخذ بشكل بالضبط. انزين الطرب يعني انا متسلق على الطرب صراحه يعني مين اللي تغني له دائما الكل ما اعطينا سمعنا لا مو جاهز لا لا يعني هو عنده فقره دائما انزل فنان العرب يعني انا دائما القب نفسي فنان العرب لانه دائما الناس يعني تحطمني تقول لي صوتك مو حلو انت من وين جبت الثقه فاقول لهم انا فنان العرب يعني هذا الرد الوحيد فصارت الناس اليوم تسميني فنان العرب علما بانه هي كانت يعني انا اللي لقبتها ماخذها كدعابه بيني وبين المتابعين فاليوم صارت يعني تستخدم بشكل شبه رسمي لازم تسمعنا شيء لا لا مو اليوم زين حلقه قادمه ان شاء الله مقطع من الفنان ابو اصيل لا حرام ابو اصيل لا 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 يلا زين لا لا اليوم انا احبائي الصوتيه وين الفرقه وين الاوركسترا انا ما اقدر اغني كذا بسني لازم زي اغنيتك المفضله ايش هي اغنيتي المفضله لان في طلب من الجماهير قال لازم والله حاليا صراحه مختار المين الاغنيه ايش مثل تختار اغنيه بغني لك يحلمون يلا اوف صعبه يحلمون ايوه اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني ترى انا عارف ان صوتهم حلو لا يا لا مش شايل خليك فت في الموضوع احسن لي صح ترى عبد الله الصباح انت خليتني اغني فعلا اقول انت مختلف الكذا الله يعطيك العافيه تسلم لان انا قلت هذه محطه اساسيه لازم ولاول مره اي يعني هم ما شاء الله يبدع بالانستغرام كل مره ينزلنا واختار اغاني صعبه دفت الحظ دائما لما اغني عشان ابيع الناس قبح صوتي يعني هذه الثقه من وين جت ما اعرف الله يسلمك بس اليوم الناس استسلمت عفوا للواقع كلهم يقول الله ابداع خلص لكنا مشاريعك القادمة وين؟ والله مشاريع القادمة كثيرة اتمنى اني اتوفق في تنفيذها ما اقدر اصرح عن شيء مو مؤكد اذا في شيء قاعد محضر له مثلا ولا في افكار يعني دائما
صرت أحب أخذ التفاصيل التراثية بقالب مثلا أرتستيك فني بالميكس. هذا شوي يعني يعمل صدى حلو مع الناس. حلو. فحاليا نحضر لوك الموناليزا العمانية رسميا معك. حلو. طبعا بالاستعانة بأسماء كبيرة مثل الرسامة العالمية فخر تاج الإسماعيلي. الله نقدم لها تحية. أكيد. وكذلك خبيرة الميك اب البروفيشنال إيمان البلوشي. نقدم لها تحية إيمان. أكيد. ودار أزال المصممة أسماء كذلك هي راح تنفذ لنا الزي زي الموناليزا ولكن باللمح العماني أو بالتتش العماني. وكذلك الشعر الاحترافية غادة السيابي. ما شاء الله. كلهم بروفيشنال وعمالي. أيوة. كل تحية لهم. أعمالي اللي تشوفوها تكتمل بلمساتهم وبإبداعهم. يعني أنا بدون هذين الأشخاص ما راح أقدم فن بهذا المستوى. يعني أنتوا خلاص يعني على المرحلة النهائية للتنفيذ ولا في على المرحلة النهائية تقريبا باقي بالتنفيذ لأنه تعرف نحن الرسمة راح نرسم نفس الخلفية من الموناليزا طبعا لمسات الخطيرة فخر تاج وكذلك يعني كل واحد بيمسك الزي الميك اب وإلى آخره طبعا التصوير. فعلى مش من الموديل يعني اسم معروف في عندنا موديل هي بنت سورية مقيمة في عمان هي الأقرب الملامح الموناليزا. حلو. تتوقع العمل مثل هالنوعية من الأعمال كم جلسة تصوير تحتاج كيوم ولا لا يوم واحد يوم. يوم يعني نحن نكون فضيين أنفسنا مثلا 5-4 ساعات نخلص. إنزين ممكن السؤال يطرح نفسه هل في مقابل لهذا الموضوع أنت لما تنزل ولا هو مجرد أنا عندي التصوير نفس الميزة في كفة ما تكلم فقط المادي أيضا إيش العمل لما تعرف الأعمال الماضية اللي فيها فن انتشار حول الخليج أو أحيانا تطلع للوطن العربي تعمل لك أصداء. يعني تعرف الناس بأنه ما زال في مصورين حابين الفن بعيدا عن المادة أو المردود المادي. فأنا متشبث ومتمسك بالفن. حلو. هذا اللي يخلي دائما الناس تقول لك سالم يهتم بالتفاصيل سالم ما يشتغل أي عمل مو ما أشتغل أي عمل من منطلق أني أنا شايف نفسي وأنا أكبر من العمل. نعم. إذا العمل ما يضيف للفن أو لي أو يسيء لي أو يسيء للتصوير أو للمهنة أنا ما أشتغله. زين هل تحس مثل هذا النمط اللي أنت شغال عليه يعني بكون صريح شوي أيوة. يأكل عيش خاصة أنت قاعد إذا شديت حينك يأكل عيش بصراحة يأكل يعني أنت في مجال التصوير مثل حدث هذا اللي تصورونه هل في جهة داعمة لكم؟ أكيد في هو من حدث إلى آخر يختلف وأنت تعرف يعني الجهات مو كلها ما في شيء مثلا ثابت ما في شيء يحمي حق المصور فأنت وطريقتك واسمك وتعاملك مع الجهات حلو. هذه حلو. تختلف يعني من من شخص إلى آخر وكذلك من فعالية الأخرى. إذن عملية الدعوة يعني مثلا لما تجيك دعوة من جهة معينة والله يا سالم نبغاك تغطين لهذا الحدث هل لك مقاييس؟ إيه. يعني حتى إذا أنت تتابعني أكيد تشوفني أنا ما أغطي حدث لازم يكون حدث يضيف لي وأضيف له يعني إذا وجودي له إضافة لهم وأنا راح أستفيد أكيد ما راح أتردد. أما إذا كان أحيانا في طرق دعوات تقلل من قيمتك يعني تحس أنه مثلا تعال نحن مثلا بنشهرك اسماء كبيره راح يضيفوا لك الفولورز انا مو من يعني ما اهتم لما اجي ذا بالطريقه احس ان اولا هذه طريقه تقلل من قيمه الشان والحدث وكذلك من الناس اللي يتخاطبوا معك لانه انت في النهايه ما تقول هذا الناس اللي بتضيف لك او بتسالك قل لي كذا الاتفاقيه وخلاص دون التفاصيل هذه. زين هل في صوره كل ما تشوفها تضايق او ما تحبها يعني كثير ما قلت نر خلينا نعرف احيانا يعني الحياه ورديه اكيد في شيء ايوه خاصه انا من نوع الكتوم يعني دائما اظهر للناس مثل ما تقول طبخ غناء بصوت مو حلو يعني هذا الجانب حلو مو لازم الناس تشارك الاشياء اللي ممكن تضايقهم كل واحد عنده ولكن في بعض الناس يعني عندهم التقلبات والدبل فيس وهالسوالف ياخذوا مثلا حقهم او مثلا الفائده او الغايه يعطوك يعني هذا يعملوا التبديل في وقت المصالح يعني وقت المصالح يكون زي العسل فأكيد تندم لأنك ممكن تعبت ممكن ضحيت عطيت يعني أحيانا الأعمال تصورها مثلا عادة نحن مصورين لما نصور أو دور يعني يا الفجر يا قبل الغروب عشان اللقاء أو هذيك الساعة فأحيانا نحن نروح مثلا أريد هذه الساعة في إمكاني بعد عني ساعتين يعني من الساعة 3 الصبح ممكن أنا طالع وتعطي جهدك وتبدع بعدين الناس يعني تتغير لي فجأة أصحاب العمل أو الشأن بشكل عام بشكل خاص عفوا
فاحيانا تندم تقول انت هذه الصوره الرهيبه حرام اعطيها للناس اللي ما يستاهلوا. بس انا دائما يعني ما احب اني اكبر المواضيع او اصعد من المشاعر وانا مشي يعني اذا لك حق ربك اكيد بيوصل لك اياه وبياخذ لك اياه كامل مكمل. الصوره اللي ترند مو صورتك لصوره احد اخر يعني اللي في نظرك الحين هي ترند واصله على مستوى السلطنه ايش هي؟ والله كثير صور ترند يعني كل الصور صارت اليوم مميزه غالبا يعني ايش اقول لك في صور الطبيعه في اللي وظف طبيعه عمان باجمل صوره وصارت صور ترند في اللي صور شخصيه بارزه في عمان فكثير ترندات يعني اصحابنا المصورين مو مقصرين انس الديب كثير تبارك الرحمن يعني صح انه اليوم الكل صار مصور ولكن صار المصورين المبدعين كذلك صار في اسماء كثيره حلو فصعب اني انا اخذل الموضوع في صور حاليا ترند في صور كثير عملت انزين اذا حد دعاك وبس مو مركز معك انا سويت لك حركه الحين ايوه انت قاعد تكلم بس انا قاعد اطالع التليفون و... ايوه يضايقك احيانا بس مو معك ليه؟ لأن أنا مسترسل في الحديث وعارف أنك أنت يعني حتى لو كنت منشغل في تلفونك تشوف ممكن شيء من المخرج أو ممكن أنا قاعد أمثل بس كذا ممكن أو أحاول أنرفزك يمكن بس أنا مو كثير يعني أعطي ردود أفعال مباشرة خاصة لما أسمع مقطع ختام لا شوف ما يصير نحن نريد هذه الحلقة تكون يعني تحافظ لا بالعكس بالعكس أنت تعرف لما غنيت يعني صرت منطلق اكثر من لا الحين خلاص هي وحده والتوبه خلاص ايه فاصل ورجع مشوار مشوار حكايه بيني وبينكم فيها كثير من التفاصيل الاغاني والسوالف واللقاءات الجميله مشوار اسم على اسم مستمعينا الكرام دائما نقول لك الوقت الحلو بسرعة يمر قبل ما أقدم التحية والتقدير للضيف العزيز أحب أشكر فريق البرنامج اللي كانوا في تغطية هذا العمل يعجبني سلام قاعد يصورنا الحين الفيديو من خلال الكاميرا اللي عنده طبعا في هندسة النقل الخارجي زياد الحسان يعطيك ألف عافية يا زياد المهندس عزيز وغالي أيضا المهندس العزيز والغالي سالم الشيدي وأيضا المهندس يوسف البلوشي ما قصرتوا شباب وأحمد كذلك المهندس أحمد الشيدي يعطيكم العافية شباب ما قصرتوا على كل الجهود اللي بذلتوها أيضا شكر لبدر العويسي وأيضا سلطان اليعربي ومن سامي سامي الرئيسي يعطيكم العافية شباب ما قصرتوا في هندسة البث والوصلات المهندس محمد بن مسلم الرحبي والمهندس خميس الحدادي يعطيكم العافية شباب في عملية الهندسة كلهم كانوا هندسة النقل الخارجي أو هندسة البث والوصلات وفي نفس الوقت أشكر الصديق ورفيق الدرب دائما في عملية الإخراج محمد الشميلي يعطيك العافية ودائما دائما أنا أحب أقول اسمه وأنا مبتسم العزيز والغالي سيف الهلالي يعطيك العافية تسلم لي الابتسام يا سيف وقبل الختام أشكر صاحب توثيق الأحداث والمناسبات والأشياء اللي تفرح والأكلات والطبخات وصاحب الصوت الشجي دائما سالم صوخرون أنا سعيد كثير بهذا الحوار معاك أتمنى لك إن شاء الله دوام التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر يا رب أنا سعيد ودائما أسعد لما أكون معك لأنه مثل ما قلت طلعني بصورة مختلفة طلع سالم الأصلي الأورجنال يعني يكفي اني غنيت هذا اهم حاجة يعني هو مباشرة بعد يعطيك العافية وحياتي لأسرتك وإن شاء الله نشوف القادم أجمل وأكبر يا رب شكرا بإذن الله أتمنى لك كل خير ونلتقى على خير إن شاء الله شكرا شكرا لك وشكرا لكل المستمعين أتمنى وفقنا في تقديم هذه الحلقة بكرة بكرة الأسبوع الجاي الله بكرة مشينا وبكرة تهنوا واستانسوا أجازة مو أجازة الخميس يعني نهاية الأسبوع أجازة خميس وجمعة وسبت فاستانسوا فيها وتصبحون على خير مع السلامة We'll be right back.
إذاعة الشباب من سلطنة عمان.